سفر الملوك الثاني بنلتقي فيه مع اثنين من أشهر الملكات، الملكة الأم إيزابيل اللي كانت ملكة في المملكة الشمالية واللي أساءت الأنبياء الرب واللي أدخلت عبادة البعل، والملكة الإبنة عثاليا اللي كانت في مملكة يهوذا والتي أبادت النسل الملكي. لكن المؤسف أن كل منهما كانت نهايتها نهاية مأساوية. أدعوك عزيزي المشاهد أن تستمتع معنا بدراسة هذا السفر عبر برنامج فحصين الكتب. في السنة 38 لعزاريا ملك يهوذا ملك زكريا بن يربعام على إسرائيل في السامرة 6 أشهر، وعمل الشر في عيني الرب كما عمل آباؤه، لم يحد عن خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. ففتن عليه شلوم بن يابيش وضربه أمام الشعب فقتله وملك عوضا عنه. وبقية أمور زكريا هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ذلك كلام الرب الذي كلم به ياهو قائلا: بنو الجيل الرابع يجلسون لك على كرسي إسرائيل. وهكذا كان. شلوم بن يابيش ملك في السنة 39 لعزية ملك يهوذا، وملك شهر أيام في السامرة. وصعد مناحيم بن جادي من طرسة وجاء إلى السامرة وضرب شلوم بن يابيش في السامرة فقتله وملك عوضا عنه. وبقية أمور شلوم وفتنته التي فتنها هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. حينئذ ضرب مناحيم تفصح وكل ما بها وتخومها من طرسة، لأنهم لم يفتحوا له، ضربها وشق جميع حواملها. في السنة 39 لعزاريا ملك يهوذا ملك مناحيم بن جادي على إسرائيل في السامرة 10 سنين، وعمل الشر في عيني الرب، لم يحد عن خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ كل أيامه. فجاء فول ملك أشور على الأرض، فأعطى مناحيم لفول 1000 وزنة من الفضة لتكون يداه معه ليثبت المملكة في يده. ووضع مناحيم الفضة على إسرائيل على جميع جبابرة البأس ليدفع لملك أشور 50 شاقل فضة على كل رجل. فرجع ملك أشور ولم يقم هناك في الأرض. وبقية أمور مناحيم وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ ثم اضطجع مناحيم مع آبائه وملك فقحيا ابنه عوضا عنه. في إصحاح 15 بنلاقي فيه سرد موجز لبعض ملوك إسرائيل ويهوذا، لكن الملفت للانتباه نلاقي أثناء حكم ملكين من ملوك يهوذا عزية ويوثام، في 6 ملوك من ملوك إسرائيل 4 منهم يموتوا مقتولين. وفي جو العنف والخيانة الرهيب ده بنشوف كأن مملكة إسرائيل عاملة زي مركبة على منحدر، وتيرة الأحداث سريعة جدا تقترب من نهايتها، أجراس الخطر تدق، حان الوقت لإتمام القضاء الإلهي بسبب تمادي الشر في المملكة. لكن في ذات الوقت بنشوف في أمرين واضحين يخصوا الرب، بنشوف أمانة الرب لوعده، وبنشوف بر الله في إتمامه لوعيده. إتمام الرب لوعده أنه استقرار الأمر نسبيا في ممالك يهوذا مش عشان هم دايما كويسين، لكن من أجل داود، من أجل وعد الرب لداود. لكن الأمر اللي كان بيسبب تدهور الأحوال بصورة سريعة في إسرائيل تكرار هذا التقرير المؤسف: وعمل فلان الشر في عيني الرب. لكن كمان نشوف أمانة الرب لكلامه لواحد من ملوك إسرائيل، الملك الوحيد اللي الرب مسحه وهو ياهو. في أصحاح 10 الرب وعد وعد وقال له: أبناؤك إلى الجيل الرابع يجلسون على كرسي إسرائيل. ونقرأ الكلام ده في عدد 12:
ذلك كلام الرب الذي كلم به ياهو قائلا: بنو الجيل الرابع يجلسون لك على كرسي إسرائيل. حلوة الكلمة اللي جاية تتبروز. وهكذا كان، وهكذا كان الرب مسيطر كما قال الرب هو يقول فيكون. مش الأحداث هي اللي بتجيب بعضها، لا، ده فيه شخص مشرف على الأحداث، صانع التاريخ، السيد اللي بيمسك كل الخيوط. وبنشوف كمان أن الرب هو اللي بيحرك حتى ممالك الأشرار. مين اللي خلى ملك أشور يبدأ إيه؟ ياخد خطوة تجاه سبي أجزاء من مملكة إسرائيل. الرب هو الذي نبه روح ملك أشور، وده بيورينا أنه الخطر قريب جداً ونهاية مملكة إسرائيل قاربت جداً. ما كانش فيهم واحد في الأربع أجيال يرضي ربنا، كلهم كانوا أشرار، بدءاً من ياهو اللي بغيرة جسدية وبدهاء وبحنكة سياسية دون اعتبار لأمور الله، عمل روحه بيهدم مباني مذابح البعل ويقتل أنبياءه، والغرض مش مجد الله أبداً. وصولاً إلى زكريا اللي يملك 6 شهور، طب ده جاي يعمل إيه؟ جاي حسب كلام الرب، لأنه الرب قال ووعد أنه للجيل الرابع. طب إذا كان وعد الرب اللي حفنا من الأشرار، الرب أمين من جهة مواعيده تجاه هؤلاء، فكم وكم مواعيده تجاه الأثقياء والمؤمنين؟ والأهم من ده كله وعده الصادق بأنه هيجي لنا، لما قال لنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قلت لكم. إذا كان وعده للأشرار مسؤول بأمانته وتممه، فكم وكم وعوده الغالية اللي لينا مؤكد سينفذ وعده. نفهم من كلمة الله أن مملكة إسرائيل المملكة الشمالية ملك عليها 19 ملك من الملوك الأردياء، بيتقسموا ل9 أسر. 6 ملوك اللي أشار إليهم الأخ أيمن، اللي منهم 5 ملكوا في أيام عزية، والملك السادس وهو آخر الملوك هوشع ابن أيالة اللي ملك في فترة يوثام الملك، 6 دول بيمثلوا لنا 5 أسر من الأسر اللي ملكت على مملكة إسرائيل. الأسرة الخامسة اللي بيمثلها الملك زكريا اللي أشرت إليه أخ أسامة، وهذه الأسرة الخامسة بتمثل بيت ياهو أو عيلة ياهو، وهي ممثلة في ياهو وابنه يهو أحاز وحفيده يهو آش وابن حفيده يربعام الثاني وأخيرا زكريا. بعدين بنشوف الأسرة السادسة ممثلة في الملك شالوم ابن يبيش. الأسرة السابعة بيمثلها 2 من الملوك، منحيم ابن جادي وابنه فقحية ابن منحيم. الأسرة الثامنة بيمثلها ملك واحد هو الملك فقح ابن رملية. الأسرة التاسعة والأخيرة بيمثلها الملك هوشع ابن رملي ابن أيلة. مع ملاحظة أنه لحد زكريا الرب متداخل في الأمر، لأنه وعد ياهو أن الجيل الرابع يجلس، لكن هؤلاء الملوك اللي جم في نهاية المملكة الشمالية، هوشع يقول أقاموا رؤساء وليثوا مني، مش بحسب فكر الرب، ومش هم كلهم أشرار وكلهم بن زاوية، مش بحسب فكر الرب، لا، بس بقت الحكاية بقى إن حتى اللي جالس على العرش إما جاي بفتنة، يا إما جاي بمؤامرة، يا إما جاي بقتل، يا إما جاي بمصيبة، ومش من الرب هذه الأمور. ملفت للنظر العبارة المتكررة مع كل الملوك 6 غالبا: فعلوا الشر في عيني الرب ولم يحيدوا عن خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. وكأن خطايا يربعام أصبحت منهاج لكل ملوك إسرائيل للأسف الشديد، وكانت سبب في إنها يعني أجلبت القضاء على هذه المملكة، مملكة إسرائيل. إن جيت للجد 19 مش 6. ومعين الخطية هي خطية في نظر الرب، بس الخطر بيكون أكبر إذا كانت الخطية دي سبب عثرة لكثيرين، مش بس الجيل، لأجيال تالية. شالوم إثم على غير مثم، معنى إثمه سلام، لكن بتاع فتنة وقتل، ويضرب الملك اللي هو زكريا أمام شعبه. شوف الجبروت، وأعتقد كان في خياله أنه هيملك ويجيب نسل للملك. يقول لنا الكتاب أنه ملك شهر. انتهى ملكه على واحد من أشرس الملوك في تاريخ إسرائيل، لأنه يبرهن على شراسته
انه اسمه منحيم، ولما ضرب تفصح وما وتخومها من ترصة، مش بس ضرب الرجالة لكن الروح القدس يسجل انه شق جميع حواملها، الناس الستات الحوامل شق بطونهم ليه، لكن هو مبرهن يعني بيبرهن على منتهى الشراسة. لكمان عمل حاجة تانية علشان استرضاء فول ملك أشور، اداله كمية فضة يعني رهيبة جدا، 1000 وزنة من الفضة. تخيل لما الوزنة الواحدة تعدي مثلا 35 كيلو، عندك 1000 وزنة من الفضة. وطبعا هيجيب الفضة دي كلها منين؟ بيحس انه وضع ما يشبه الضرائب 50 شاق الفضة على جبابرة البأس أو على الناس الأغنياء. تندهش لما تعرف أن يقال أن في أشور في الوقت ده كان تمن العبد 50 شاقل، فتخيل قد الكمية دي كانت ثروة هائلة، كل ده علشان استرضاء فول ملك أشور. بالنسبة للعيان يبدو منحيم راجل دهية، حتى ولو هيتكلف تكلفة رهيبة زي ما حضرتك أشرت أخ عادل، بس علشان ثبات المملكة اللي قبله قعد شهر، أنا هقعد 10 سنين. صدقني هي مش بالمدة، هي مش شهر ولا 10 سنين ولا 41 زي 4 عام، هي أنت عملت إيه؟ ولا حاجة. محاولة غير مجدية، وهذا الملك اللي استند عليه هو اللي جه الوقت بعد كده وسبى جزء في نفس الأصحاح، نعرف أنه سبى جزء كبير من مملكة إسرائيل. بعض المنتقدين كلمة الله بياخد الحروب ديت، ولما يشوف واحد زي منحيم ده شق الحوامل يقول لك هو عندكم حروب يا عمي، ده مسجله والروح القدس لا يصادق على هذه الامور، والرب متضايق من هذا كله، وهيجي تاديبات واللي هيزرعوها يحصدوه. فاحنا ما بنقولش انه الرب بيبارك هذه الامور، لكن بيذكرها لنا ذكر صريح، لانه تاريخ لا يعرف الكذب ولا يعرف المجاملة، لأنه تاريخ إلهي مكتوب بروحك بوحي روح القدس، فبيقول لنا الأحداث كما حدثت. مش معنى كده أنه في مستثقة إلهية على اللي بيتعامل ده. يلفت النظر أن فقحية قتل في المكان اللي يظن فيه أنه آمنا، في مش بس في السامرة عاصمة ملكه لكن كمان في بيته. يعني كأن الرب مفيش مكان آمن للشرير، مفيش مكان يأمن فيه الإنسان على سلامته إلا في دين الرب، إلا في اسم الرب، برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع في المكان اللي يظن أنه آمن فيه، طالته يد عدوه وقتله في بيته ومن واحد من قواته اللي المفروض أن هم يحرثوه من الحرس الشخصي بتوعه، فيقول لنا ففتن عليه فقح بن رملية ثالثه، أحد قواته. يعني هو مش بس ضرب الملك لوحده، لا، ده نفهم من الكلام انه كان مع حاشية، مع أرجوب ومع أريا، ومعه 50 رجلا من بني الجلعاديين. يورينا قد ايه فساد قلب الانسان وشره وقسوته. الامر ما تغيرش كتير، الانسان هو الانسان، بنشوف الاحداث دي لسه لغايه النهارده. قتل الملك بحاشيته لان حد من الحاشية دي يقتله هو وياخد مكانه. الحقيقة الأمور دي ممكن نشوفها في تاريخ الأمم وفي ممالك و30 أخرى، لكن أننا نقرأ الكلام ده في الوحي المقدس عن تاريخ شعب الله، وده يورينا أكتر من حاجة. أول حاجة، البني آدم هو البني آدم شرير. تاني حاجة، أنه الكلمة المقدسة اللي بين إيدينا مش للتفخيم والتعظيم للإنسان ولا للشعب الإسرائيلي، لكن هي بتسرد لنا التاريخ والحقيقة والواقع كما هي، دون مجاملات ودون تغاضي عن الحق. ده يخلينا نثق أكثر في الكلمة المكتوبة اللي بين إيدينا. لو هيحرفوها كانوا شالوا الفضايح دي كلها، لكن هي كلمة غير محرفة. بيلفت نظري أن في أيام فقح ابن رماليا بدأت إرهاصات السبي الأشوري اللي حتم بعد كده في الملك اللي جه بعده اللي هو هوشع ابن أيلة، لكن ابتدى الملك أشور يبعت ويعني يسبي بعض المناطق، يستولي على بعض المناطق ويسبي بعض من بني إسرائيل. بس يلفت نظري إن السبي ابتدى من شرق الأردن، وده يلفت يعني فكرنا بالسبطين ونص اللي يعني في يوم من الأيام قالوا ما فيش داعي ندخل أرض الموعد، ليه نعبر الأردن؟ صحيح هم عبروا علشان يساعدوا رجال إسرائيل في امتلاك الأرض، بس قالوا نرجع تاني، الأرض أرض مواشي والعبيدك مواشي، وإحنا عايزين نبني صيرا لمواشينا وبيوتا لأولادنا. فموسى قال لهم طب ارجعوا بس ابقوا ابنوا بيوت لأولادكم وصير لمواشيكم. بس هم
يعني صورة للناس اللي مش عايزين يغوطوا قوي في أمور ربنا، يعني أمور ربنا ممتزجة بأمور العالم، يعني ما تبقاش مغالي فيه، لا تكون يعني تقيا بزيادة، يعني خلي بالك من البيزنس وكده وحاول توازن الأمور. طب وفي الآخر اكتفوا بعبادة شكلية وعملوا مذبح عظيم هناك عشان يفكرهم بس إنهم من ضمن شعب الله. لكن سيبك من حكاية عبور الأردن ورداءة الجسد الغير متغيرة والحكم على الذات والموت وكده، دي اختبارات ما تكلموناش عنها كتير. بدأ السبي من شرق الأردن، أول ناس راحوا للسبي وما رجعوش تاني. ترتيب الأولويات درس للعمر كله. نعم، زي ما قال واحد، قال إذا اتحطت الأولويات مظبوطة كل حاجة تبقى مظبوطة، إذا كان الرب هو الأول فكل حاجة في الحياة هتبقى مظبوطة في مكانها المظبوط. يلفت النظر إن في الجزء الأخير من الأصحاح يتكلم عن الملك يوثام، وهو واحد من ملوك يهوذا الأتقياء، ومن ضمن ما يتكلم عنه في السرد التاريخي يذكر لنا اسم أمه يروشا ابنة صادوق. وفي الحقيقة الكتاب لنا كمان عن والده الملك عزية وعن جده الملك أمصيا، لما تكلم عنهم ذكر اسم الأم. يعني لما تكلم عن أمصيا قال لنا اسم أمه هو عدان، لما تكلم عن عزية قال لنا اسم أمه يكوليا من أورشليم. أعتقد ده مش اعتباطا، إن الكتاب عندما يتكلم عن ملوك أتقياء ويذكر اسم الأم معناها أن لهذه الأم التقية دور هام في تربية وتنشئة الملك التقي. يقول لنا الكتاب عنه هو بنى الباب الأعلى لبيت الرب. أكيد هو عمل حاجات كتير، بس هي دي الحاجات اللي تستحق الذكر، هي دي الحاجات اللي تستحق المدح. وإحنا ممكن نعمل حاجات كتير في فترة حياتنا هنا على الأرض، لكن اللي هيفضل له ذكر وهيفضل له مدح من الرب لما نقف قدام كرسي المسيح هو اللي عملناه لأجل خدمة الرب ولأجل بيت الرب. في أخبار الأيام الثاني 27 يقول لنا كلمة مفتاحية، يقول لنا أنه تشدد لما هيأ طرقه أمام الرب. لما وضع في قلبه أنه يخاف الرب تشدد، ولما تشدد عمل إيه؟ بالمفارقة مع أبوه. أبوه لما تشدد اقتحم هيكل الرب، لكن لما تشدد يوثام بنى ما هو لازم في بيت الرب. وده شيء مشرف جدا. شوف يعني كلمات قليلة موجزة يختم بيها حياة شخص، بس قد إيه يكون مشرف لما اللي يذكر عنه مرتبط ببيت الله واهتمامات بيت الله، هي دي مركز اهتمامه. شيء مشرف لما كل اللي نقراه عن واحدة مثلا إنها خادمة الكنيسة، أو واحد كل اللي الكتاب يقوله عنه إنه مضايف الكنيسة، قد إيه ده يكون أمر مشرف جدا. حاجة كمان إنه كان أمين للرب رغم فساد الشعب، الشعب كله لسه بيذبح في المرتفعات، لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات رغم أنه الشعب حالته ردية، لكن هو كان في الحالة الصحيحة لأنه هيأ طرقه أمام الرب. الشعب الذين يعرفون إلههم يقوون ويعملون، ورائع لما يكون العمل مرتبط بأغلى شيء على قلب الرب وهو بيته. السنة 17 لفقح بن رملي ملك أحاز بن يوثام ملك يهوذا. كان أحاز بن 20 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، ولم يعمل المستقيم في عيني الرب إلهه كداود أبيه، بل سار في طريق ملوك إسرائيل، حتى إنه عبر ابنه في النار حسب أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء. حينئذ صعد رصين ملك أرام وفقح بن رمليا ملك إسرائيل إلى أورشليم للمحاربة، فحاصروا أحاز ولم يقدروا أن يغلبوه. في ذلك الوقت أرجع رصين ملك أرام أيلة للأراميين وطرد اليهود من أيلة، وجاء الآراميون إلى أيلة وأقاموا هناك إلى هذا اليوم. وأرسل أحاز رسلا إلى تغلث فلاسر ملك أشور قائلا: أنا عبدك وابنك، اصعد وخلصني من يد ملك آرام ومن يد ملك إسرائيل القائمين علي.
فأخذ أحاز الفضة والذهب الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك وأرسلها إلى ملك أشور هدية، فسمع له ملك أشور. وصعد ملك أشور إلى دمشق وأخذها وسباها إلى قير وقتل رصيب. وسار الملك أحاز للقاء تغلث فلاسر ملك أشور إلى دمشق، ورأى المذبح الذي في دمشق، وأرسل الملك أحاز إلى أوريا الكاهن شبه المذبح وشكله حسب كل صناعته، فبنى أوريا الكاهن مذبحه حسب كل ما أرسل الملك أحاز من دمشق، كذلك عمل أوريا الكاهن ريثما جاء الملك أحاز من دمشق. فلما قدم الملك من دمشق رأى الملك المذبح، فتقدم الملك إلى المذبح وأصعد عليه وأوقد محرقته وتقدمته وسكب سكيبه ورش دم ذبيحة السلامة التي له على المذبح. ومذبح النحاس الذي أمام الرب قدمه من أمام البيت من بين المذبح وبيت الرب، وجعله على جانب المذبح الشمالي. وأمر الملك أحاز أوريا الكاهن قائلا: على المذبح العظيم أوقد محرقة الصباح وتقدمة المساء، ومحرقة الملك وتقدمته، مع محرقة كل شعب الأرض وتقدمتهم وسكائبهم، ورش عليه كل دم محرقة وكل دم ذبيحة، ومذبح النحاس يكون لي للسؤال. فعمل أوريا الكاهن حسب كل ما أمر به الملك أحاز. وقطع الملك أحاز أتراس القواعد ورفع عنها المرحبة، وأنزل البحر عن ثيران النحاس التي تحته وجعله على رصيف من حجارة. ورواق السبت الذي بنوه في البيت ومدخل الملك من خارج غيره في بيت الرب من أجل ملك أشور. وبقية أمور أحاز التي عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ ثم اتجع أحاز مع آبائه ودفن مع آبائه في مدينة داود، وملك حزقيا ابنه عوضا عنه. يبتدي أصح 16 بالحديث عن الملك أحاز ابن يوسام. والحقيقة يعني الكلام يوجع القلب عن أحاز، لأنه يعني أوغلى في الشر بطريقة رهيبة. واللي يؤسف إن هو كان ابن ملك تقي، لكن على العموم مش بالضرورة إن الشخص التقي ابنه يطلع تقي، الأمر يستوجب إيمان شخصي. وزي ما تعودنا نقول إن الرب عنده أولاد وما عندوش أحفاد. أحاز مسيرته مسيرة عصيان رهيبة، يعني هو مش بس لم يلتزم باعتباره ملك من السلالة الداودية، السلالة الملكية في يهوذا، وعنده الهيكل وعنده كلمة الله، كان المفروض يعمل كل ما هو يتفق مع كلمة الله، لا ما عملش. طب مش بس لم نسج على منوال ملوك إسرائيل، ياريت كده، لا ده نسج على منوال الوثنيين، فعمل الممارسات الوثنية بطريقة رهيبة جدا. عمل الحاجات اللي يعني الرب نهى شعبه عنها، قال لهم في سفر التثنية وانتوا داخلين اوعى تعملوا الحاجات دي، من ضمنها مثلا انك ما تقدمش ابنك ذبيحة. لكن هو أحاز من ضمن الحاجات انه عبر ابنه في النار حسب أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. لما نروح لأخبار الأيام الثاني 28 نعرف ان هو عبر مش ابن واحد، لكن عبر بنيه وأوقد في وادي ابن هنوم. يعني ممارسات وثنية صريحة كأنه بيتعمد إغاظة الرب. وبان بقى أن ربنا يعني مش هيفوت الأمور، يعني كده الرب لا يتغاضى عن الشر. فنقرأ في عدد 5: حينئذ. حينئذ يعني كأن النتيجة للممارسات اللي أنت بتعملها دي هيجي عليك قضاء. فالقضاء جه لما جه ملك أرام وملك إسرائيل معا علشان يعني يحاربوه، وعلشان يخلص من ملك أرام ومن ملك إسرائيل يعني بعت يطلب مساعدة ملك أشور، وعطاله كل الكنوز اللي كانت في بيت الله، وكمان عطاله كل الكنوز اللي كانت في بيته عشان يخلي العداء دول يروح عنده. وبعد شوية الخطية ولودة، بعد شوية هيروح يزوره ويجيب من هناك بقى وينسج على منواله مذبح، اخترع شكل جديد للمذبح، أزاح الترتيب اللي كان موجود في الهيكل، ابتدى يعمل حاجات كتيرة أفسد بيت الله.
أفسد بيت الله لدرجة أنه كان بيكسر القواعد النحاسية للبحر النحاس وللمراحد علشان معرفش يعمل إيه، وخفض الارتفاع بتاع المراحد، خفضها عشان تبقى مستوى واطي زي ما بيقولوا الرب قصد انها تبقى عالية عشان اقدام الكهنة ما توصلش ليها وتنجس المية. فلما انت بتخفض مستواها فانت في امكانية انها تتلوث بالايادي والاقدام المتسخة، يعني كأنه بينقص مستوى قداسة الله الى مستوى يناسبه هو مش يناسب قداسة الله. يلفت النظر ان في ملوك بيبقوا قدوة سيئة للاخرين، يعني نقدر نعتبره كما لو كان الالفة في الشر المتوارث. من دول مثلا يربعام بن النباط اللي ابتدع عبادة العجلين وعمل عجلين، عجل في بيت إيل وعجل في دان، وسار ملوك إسرائيل على هذا النهج. آحاز هو أول ملك في ملوك يهوذا الذي أدخل هذا النوع من العبادة الوثنية، أن يعبر أولاده في النار كما كان يفعل الوثنيين مع الإله مولك الإله الأممي، فيعتبر الألفة اللي دخل بعد كده هذا النهج من العبادة الوثنية. أصح قاتم، لأنه ما فيهوش حاجة تسر، يعني فيه كل ما يمكن أن يفعله الإنسان من شر. يعني لو بصينا بصة سريعة على الأصحاح، حبينا يعني نقسمه ونقول من عدد 2 لـ 4 عصيان رهيب، من عدد 7 لـ 9 تحالف مشين، من 11 لـ 18 ديانة أو عبادة مبتكرة، وعدد 20 نهاية محتقرة، لم يدخل قبور الملوك ومات في عز الشباب سن 36 سنة. لكن الأمر الرهيب جدا هو زي ما سمعنا العبادة المبتكرة دي، تهميش عمل المسيح وتعظيم دور الإنسان. مش ده اللي بيجرى حاليا في الأوساط المسيحية؟ لما يزيح مذبح النحاس ويحط المذبح الجديد اللي شكله فخم، تحويل النظر عن الطريق الوحيد للخلاص وهو صليب المسيح، والالتفات إلى طرق أخرى تبدو جذابة، أمر خطير جدا، وفي نفس الوقت بيخدر ضمائر الكهنة. وأحد التعديلات عملها ليجامل ويسترضي العالم، عمل تعديل يناسب ملك أشور. ده اللي ممكن يوصل للإنسان اللي يستهين بأنات الله اللي تقود للخلاص، فلا يبقى له سوى القصاص. ولابد أن يكون للذرع حفظ وللشر نتيجة. وهنا نقرأ قول الكتاب في عدد 5: حينئذ صعد رثين ملك أرام وفقح بن رملية ملك إسرائيل إلى أورشليم للمحاربة. والحقيقة كانت حرب دموية، 120,000 ماتوا في يوم واحد، وثابوا 200,000 من النساء. لكن ايه معنى هنا؟ لم يقدروا ان يغلبوه. والحقيقة دي رحمة ربنا، يعني هو تعرض لهزيمة متوية، لكن الرب اقام بدل النبي 2 اشعياء يقول لأحاذ اوعى تخاف من هاتين الشعلتين، انا اقدر افنيهم وهفنيهم، ده أشعياء. لكن عديد يقابل الثبي 200,000 اللي متخذين وقول لهم لا 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 لا، مش وفق أفكار الله اللي انتوا بتعملوه، انكم تثبوا إخواتكم فيرجع الثبي. هنا تيجي كلمة لم يغلبوا. فحتى في قلب الشر وحتى في قلب المعاداة لله بهذا الشكل الوثني الرهيب، الرب بيتدخل فيما رحمه ونعمته. يقعش أحاذ بقى في عرض الرب وطول ويقول له أشكرك، لا رايح يقول لملك أشور خلصني. كان ملك قبلك يا أحاذ راح للرب وقال له خلصني والرب تخلى عنه؟ أنت رايح لملك أشور تقول له خلصني ببلاش؟ وهل العالم يدي حماية إن اداها يديها ببلاش؟ ده الآية اللي تتوسط الكتاب المقدس كله، زي ما بيقولوا اللي بيحسبوا الآيات وإيه اللي في قلب الكتاب بالذات، مزمور 118:8: الاحتماء بالرب خير من التوكل على الإنسان. بيلفت نظري أوريا الكاهن، الكاهن العظيم، في عدد 16 يقول: فعمل أوريا الكاهن حسب كل ما أمر به الملك أحاز. يعني كنت أتوقع من الكاهن العظيم أن لما يروح أحاز
ويعجبه المذبح اللي في دمشق، وقبل ما يرجع أثناء زيارته لدمشق يبعت الموديل والشكل والنموذج بتاع المذبح ويقوله على بالك ما يجي من السفر تكون عملت واحد زيه. وعلى بالك ما رجع من السفر لقى المذبح جاهز ومتوضب. كنت أعتقد أتوقع من الكاهن يقول له لا، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، وأنت مش حدودك أنك تتدخل في بيت الله. بيت الله يعني اللي بتترتبه كلمة الله، يعني يقف موقف في وجه الشر ده. لكن للأسف يعني الكاهن كان متخاذل جدا جدا جدا، مش زي مثل الكهنة لما دخل عزية عشان يكهن في بيت الله، الكهنة وقفوا له قالوا له ما ينفعش الكلام ده منعوه. لكن هنا واضح ان الحالة حتى الكهنوت حالته متردية جدا جدا. وليدهش ان المذبح اللي بعت له اوصافه الملك أحاز هو مذبح يقول عنه الكاتب هنا مذبح عظيم، ولما حط هذا المذبح في بيت الرب وكأنه نحى جانبا مذبح المحرقة او مذبح النحاس. ومذبح النحاس نحن نعرف انه يتكلم عن صليب المسيح. واعتقد اللي بنشوف في الايام دي ان الناس وكأنها بطرق واساليب مختلفة تنحي صليب المسيح جانبا. يعني من يتكلمون مثلا عن لاهوت المحبة الحر وعن الصوفية او طرق كثيرة اخرى للاقتراب الى الله هم ينحون صليب المسيح جانبا، ولا توجد وسيلة ابدا للاقتراب الى الله الا المسيح مصلوب. الثلاث تعديلات اللي اتعملت استكمالا لكلامك يا اخ عادل هي ثلاث امور ثمينه بيستهدفها الشيطان في المسيحيه. اول حاجه الطعن في عمل المسيح، الحاجه الثانيه في شخصيه المسيح، الحاجه الثالثه مهاجمه خدام المسيح. الطعن في عمل المسيح يحول الانظار عن الصليب، الحاجه الثانيه المرحضه اللي كان بيغسل فيها المحرقه اللي بتتكلم عن كمال ناسوت المسيح، ودي اللي الشيطان بيشكك فيها. والبحر النحاسي ده اللي الكهنة بيغتسلوا فيها، قداسة الكهنة، قداسة الخدام، الحكم على الذات. فلو الثلاثة دول تهزوا يبقى تهزت الشهادة المسيحية. بيقول لنا مذبح النحاس يكون لي للثقل، ممكن أفهمها بثلاث معاني، الثلاث معاني أوحش من بعض. يكون لي للثقل يعني اركنه على جنب لحد ما نفكر هنعمل فيه إيه، نعمل فيه إيه. المعنى الثاني يكون لي للثقال يعني نتفائل بيه وهو نطلب ربنا بيه ونمزج بين العبادة الوثنية وعبادة يهوه. المعنى الثالث يكون لي للثقال لما في مذبح عظيم بتقدم عليه الذبيحة هينشأ الثقال، وده لازمته ايه؟ الإجابة ملوش لازمة. الثلاث معاني مؤثفين، الثلاث معاني أوحش من بعض. يلفت النظر اني في نبوة إشعياء الصح 8 عدد 2 نقرأ عن مدح لهذا الكاهن أورية. يقول إشعياء في إشعياء 8:2 وأن أشهد لنفسي شاهدين أمينين أورية الكاهن وزكريا ابن إبراخيا. في الحقيقة هذا المدح وهذه الشهادة من إشعياء كانت قبل هذا الموقف عندما كان أورية يستحق المدح، لكن ده مش معناه أن الشخص اللي حقق شيء مجيد سيستمر على هذه الكيفية ما لم يكن مستندا على نعمة الله. عندما يحيد الإنسان عن نعمة الله والاستناد عليها يعمل أشياء لا يمكن أن يتخيلها العقل. بعد ما ركن المذبح للثقال جه الدور على المرحضة، وبعد كده جه الدور على البحر النحاسي، وده طبيعي. بعد ما أنت تركن صليب المسيح يبقى تتخلى عن كمال ناسوته اللي بيكلمنا عنه المرحضة، وتتخلى عن وحي وصدق الكلمة اللي بيكلمنا عنها البحر النحاسي. فهي بتيجي الأمور بالتدريج، واحدة تجيب التانية، التانية تجيب التالتة. والانحدار زي ما هو في الشر الأدبي متوالي، الانحدار في الشر التعليمي متوالي. ويضيف الكتاب يقول أنزل البحر عن ثيران النحاس التي تحته وجعله على رصيف من حجارة. كل كلمة في الكتاب ليها قصد، يعني الثيران اللي بتتكلم عن أنات الله، صبر الله، فاللي بيستهين بأنات الله اللي بتقود للخلاص لن يتبقى له إلا قساوة القلب اللي زي الحجارة. ولأني أحاز فعل كل هذه الشرور، فعندما مات لم يدفن بكرامة في مقابر الملوك مثل الملوك الأتقياء، لكن دفن في مدينة داود مع أبائه. خسر حاجات كثير من ضمنها إثمه،
المفروض انه اثمه بيهو احاذ، لكن الوحي يثقت عنه شرف ان اثمه يكون مرتبط بيهوى ويبقى معروف بالنسبة لنا احاذ. ومعنى اسم يهوى احاذ يعني الذي يمتلكه الرب، الذي يسود الرب على حياته. فبقصد ان الكتاب لان حياته ابعد ما تكون عن الارتباط بيهوى او تمجيد يهوى، ففعلا لا يستحق معنى الاسم في اجماله. يعني ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله؟ اهو ده ملك وله سلطه وله نفوذ وله علاقات سياسيه وخارجيه، لكن خسر كل شيء. في هذا الاصح مفاجاه ان محدش بيعمل حاجه لاجل الرب. يعني أورية بيعمل اللي عمله لاجل خاطر الملك احاز، واحاز عمل الحاجات كتير اللي عملها، يقول لنا الكتاب في عدد 18 اخر العدد من اجل ملك اشور. اين الرب واين اعتبارات الرب في هذا الاصحاح؟ لا نجدها. بارقه امل في اخر الاصحاح عدد 20، اتجع احاز وبموت الاشرار تفرح المدينه، ويقول لنا دفن مع ابائه في مدينه داوود وملك حذقيه ابنه عوضا عنه. وهنشوف بعد كده حذقية إزاي كان سبب بركة كبيرة لشعب الله ونهضة عظيمة. ممكن ببساطة إن احنا نقسم العهد القديم لثلاث أقسام، نقدر نقول إن في قسم تاريخي وفي قسم تعليمي وفي قسم نبوي. القسم التاريخي ينظر إلى الماضي إلى الوراء، والقسم التعليمي يقدم مبادئ تحكم عيشتنا في الحاضر، والقسم النبوي يتطلع إلى المستقبل. لكي ما تعرف الكثير عن هذه الأقسام الثلاثة، أدعوك أن تتابع معنا دراسة العهد القديم عبر برنامج فاحصين الكتب.